السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد نصيف المحاور للرد على النصارى مما يعتقدونهم. معانا النهاردة 13 مقطع فيديو لماجي جذام المهاجمة للإسلام للرد عليها مما تعتقد هي. بادئ ذي بدء، ماجي جذام بتقول إن التعدد في الإسلام هو زنا، وإن زنا حاجة اسمها تعدد. تعال نسمع بتقول إيه ونرد عليها مما تعتقد. أباه وأمه ويلتصق بامرأته مو بنسوانه، بامرأته مو بالنساء ممالكة أيمانه، بامرأته، ويصيران جسدا واحدا مقدسا في العلاقة المقدسة بالزواج. أنت ما بتعرفها بالإسلام أنك تكون أنت وامرأتك مقدسة في العلاقة المقدسة بالزواج. أنت ما بتعرفها بالإسلام أنك تكون أنت وامرأتك جسد واحد أساسا، لأنه أنت مسموح لك تكون جسد واحد مع أربعة خمسة يمكن أو أربعة فقط لا غير. عن تعدد زيجات أمام امرأتك أنت بس حتى تقول شوفي لا نحن ما لنا زانيين، أو دافع عن حالك أنك أنت فيك والله أنا أربع نساء مع بعض أستاذ. وما تكون زاني وتجيب منهم أطفال ما تعتبر حالك زاني. زي ما سمعنا ماجي خزان بتتطاول على الإسلام وتقول إن التعدد زنا وما زنا. لا يا ماجي، احنا عندنا في القرآن آية واضحة وصريحة، ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا. طبعا مالناش دعوة بمعتقدكم انتوا، ان كان ربكم بيبيح لكم العشاق والعاشقات ماليش فيه، وهجيب الدليل على ان ربهم بيبيح لهم العاشقات والزواني والكلام ده. بس تعال الاول نقطة نقطة. الان ماجي بتتهم الاسلام بتقول زنا، عندنا نص واضح ولا تقربوا الزنا، انما مساله التعدد ده مساله موجوده حتى من قبل الاسلام. يعني انت كده لما بتيجي بتقولي على التعدد زنا انت بتتهم الرب بتاعك، لانه في العهد القديم اباح التعدد، اي ان ربك في العهد القديم اباح الزنا. وانا عندي النص اصلا ان ربك اباح الزنا بنص واضح، لكن الرب عندكم بحسب كلامك انت وباعتقادك انت لما قلت ان التعدد زنا اصبح ربكم يدعو للزنا. تقول لي فين يا محمد الكلام ده؟ اقول لك من عينيا، نجيب المصدر دليل دليل. الدليل الاول، وكل واحد يراجع ورايا كل كلمه بقولها. الدليل الاول في سفر الملوك الاول اصحاح 11 العدد 1 بيقول ايه؟ واحب الملك سليمان نساء غريبه. يجي واحد يقول لي طب وانا مالي انا بالملك سليمان؟ والملك سليمان عندهم مش نبي؟ اقول لك لا مش نبي، بس موحى له من الرب. خدوا بالكم، سليمان عندهم مش نبي لكنه له وحي الرب، فأوحى له الرب بخمس كتب ومنهم نشيد الإنشاد بتاع أصل الجنس. بيقول وأحب الملك نساء غريبة كثيرة، بنات فرعون مؤابيات وعمونيات وأدومنيات. ثم يقول وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري. يا فندم ده إيه؟ فأمالت نساؤه قلبه. عندهم شخص بيوحى له من الرب، الشخص ده المفروض متجوز 1000 واحدة، ده عندهم زاني. تخيل الرب عندهم عمال بيوحي للزناه. لا يا فندم هو مش زاني، ده ماجي خزام اللي شاربة بتنجان وبتتهم من اوحى الرب لها بانهم زانيين، اي ان الرب بتاعها في العهد القديم بيوحي وبيشرع الزنا. مش ده بس، سفر صموئيل الثاني كل نص انا بقوله عليه دليل. طبعا هنجيب كلامها هي للرد عليها هي، لان احنا عندنا في الاسلام شريعه التوحيد وشريعه الطهاره، بينما عندها هي شريعه وكنيسه الزنا وهي اللي هتعترف. والله سفر صموئيل الثاني اصحاح 5 العدد 12 كل نص بقوله راجعوه ورايا. سفر صموئيل الثاني اصحاح 5 عدد 12 و13 بيقول وعلم داود ان الرب اثبته ملكا على اسرائيل، واخذ داود ايضا سراري ونساء من اورشليم. داود ده مين؟ داود ده جدا الرب بتاعها. كان معدد؟ اه يا فندم كان معدد. خد بالك الكتاب بيقول لان داود عمل كل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما اوصاه الله به كل ايام حياته. وداود عنده معدد وكان مستقيما في عيني الرب. والزنا عند ماجي خزام ان التعدد زنا، اي ان الزنا كان مستقيما في عيني رب ماجي خزام. ثم تتطاول على الاسلام. يا بت يا بنت اللي بيته من ازاز ما يحدفش المسلمين بالطوب، ربك بيشرع الزنا بنظرك انت. وفي التكوين 29 العدد 28 شوفوا كل كلمه انا بقولها بدليل. مين جد ربهم؟ يعقوب. يعقوب جد اله المسيحيه، كان معدد، كان متجوز 2. هل معناها ان هو زاني؟ اه، يعني ربكم بيرسل انبياء زناة، بيشرع لانبيائه الزنا بحسب معتقد مين؟ ماجي بتنجان. بيقول في التكوين اصحاح 29 العدد 28 بيقول لك ففعل يعقوب هكذا، فاكمل اسبوع هذه فاعطاه راحيل ابنته زوجة له.
سيد الراجل اللي شغال عنده يعقوب اداله بنته زوجة له، العدد 29، وأعطى لابان راحيل ابنته بلهة جاريته جارية لها. فدخل يعقوب على راحيل أيضا وأحب أيضا راحيل أكثر من ليئة. كده في عنده إيه؟ عنده زوجتين. كده يعقوب النبي عندهم، النبي يعقوب اللي هو إسرائيل لزوجتين. إذن ربك أنت من يشرع الزنا يا ماجي خزام؟ مش الإسلام. بينما الإسلام جاي مش جاي يمحي كل الماضي، لا، جاي يقر الحق بتاع الماضي اللي هو منه التعدد وحرمة الزنا وحرمة كذا وكذا والسرقة وجاي يحدد، يبقى على ما جاء قبل الإسلام ثم يحرم المحرم القادم. ربنا بيقول في القرآن على نبي محمد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالإسلام مش جاي المفروض إنه يجي يهدم كل ما سبق، لا، مش شرط. يعني على سبيل المثال، قبل الإسلام لما جه في المعتقدات كان في بقايا توحيد، وكان في توحيد، مش شرط بقى يجي الإسلام يقول للمسيحيين أو لليهود وللنصارى انسوا التوحيد، سيبوا التوحيد خالص وتعالوا خشوا بالإسلام. أو الإسلام جاي يلاقي شايف مثلا حرمة الزنا، مش شرط يجي الإسلام يقول لا انتوا كان عندكم ايه حرمة الزنا، لا الغي ده، في عندنا حرمة زنا تانية بس بشروط. لا، فالإسلام جاي على تعدد، والتعدد كان من مين؟ كان من تشريع ربك يا ماجي قبل الإسلام. أصلا ما فيش نص في كتابك، ولا عهد جديد ولا عهد قديم يحرم التعدد للناس. ماجي تركت كنيسة الزنا وجاية تتهم الإسلام بالزنا. يا محمد إيه اللي أنت بتقوله؟ أيوة يا فندم، ماجي باعترافها هي أن معتقدها يحرض على الزنا، وأن الكنيسة التي عندها والمؤمنة بها هي كنيسة زنا. اسمع يا مؤمن وركز في الكلام. بالفترة الأخيرة لاحظت أنه بلشت بحرب على الكنائس اللي تسمى بالكنيسة الزانية. الكنيسة الزانية هي الكنيسة اللي ما بتشتغل وفق الكتاب المقدس وما بتشتغل وفق مشيئة الرب، وبدها تنحسب علينا كنيسة مسيحية. ف سمعت ماجي بتقول إيه؟ بتقول إن الكنيسة بتاعتهم هي كنيسة زنا. البنت بتهاجم الاسلام وتقول لك على التعدد في الاسلام زنا، بينما هي بتعترف ان كنيستها اصلا كنيسه زنا. ده لسه، ده هتخرب الدنيا. الكنيسه بتاعتها هي كنيسه زنا، بعد كده بتقول لك لا، ما هو كنيسه الزنا دي بقى اللي ما بتشتغل وفق الكتاب المقدس. لا خدي تعالي، هو مش الرب عندك يسوع قال الزواني يسبقونكم الى ملكوت السماء؟ يا ماجي ما تركزش شويه في الكلام، مش هو قال كده الزواني يسبقونكم الى ملكوت السماء؟ بتقول لك ما بتشتغل وفق الكتاب المقدس. لا تعالي 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 يا شاطره، المفروض ان هي بتشتغل وفق الكتاب المقدس. اسمعي كتابك المقدس بيقول ايه. انا كل لفظ ونص بقوله داخل الكتاب، واللي هيطلع نص انا بقوله من خارج الكتاب قسما بالله اترك مجال حوار النصارى كله. بيقول كتابك في سفر هوشع اصحاح 1 عدد 2: اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع. هوشع ده نبي عندهم مرسل. اول ما كلمه الرب قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. إيه ده؟ ما هو الكنيسة الزانية بتاعتك بتطبق كلام الرب. أما ليه؟ ما هو النص بيقول أول ما كلم الرب عندكم هوشع قال له اذهب، ما قالوش روح صلي، ما قالوش روح صوم، علم الناس التوحيد، علم الناس العقيدة، علم، لا لا لا، روح يا فندم، أيوه، خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. إيه ده؟ ايه ده؟ ما هو اوامر الرب، فدي كنيسه مش زانيه ولا حاجه، ده بتطبق كلام ربك بس انت مش عارفه، باين عليكي. ماجي خزام في الفيديو اللي جاي بتعترض على الاسلام في التعدد، بينما في الوقت نفسه ربهم وكنايسهم ومعتقدهم وعلماء دينها بيجوزوا الشواذ. يعني انت بتعترضي على الاسلام ان في تعدد حلال، زواج حلال، بينما في دينك وفي كنايسك اذا بخذ لنفسك امراه زنا وزواج شواذ. اسمعوا كده هتقول ايه؟ أمثلة. أول مثال لليوم هو عن الشذوذ الجنسي. عملنا تصويت قبل يومين، وهلأ رح بلش سلسلة تصويت اسمه بتقنعني أو بقنعك. الزواج المدني والزواج الكنسي أو الزواج الديني اللي عم نشوفه هلأ للأسف بهالأيام الأخيرة اللي وصلنا لها، بنشوف شابين أو بنتين رايحين عند كنيسة والكاهن واقف وقبلان أنه يحط إيده عليهم ويقول له بالمجد والكرامة كللهما. يمكن كمان الكنائس العربية مشاركة بطريقة أو بأخرى، وهلأ أفهمكم كيف. إيه ده؟ وكمان الكنائس العربية مشاركة بطريقة أو بأخرى في إن واحد يتجوز واحد وبنت تتجوز بنت.
قريبا وقريبا ايه، ما في والله العظيم في كنائس اوروبا الان بنات بيتجوزوا كلاب ورجاله مسيحيين، مسيحيين وملتزمين، ملتزمين بيسوع، بيتجوزوا حمير. اي والله العظيم ده انت مش عارف. بس واقف بقى كده نقطه نقطه ومن اول السطر. لولا، وانا كلمه بقولها وانا موقن 100%، لولا دخول الاسلام الشرق الاوسط والدول العربيه لوجدت الان زواج الرجل بالرجل في الكنائس، بس عادات المسلمين تمنع. ايه اللي منع الان العرب يعملوها؟ والله العظيم انا بقولها لكم، العادات الاسلاميه مسيطره على غير المسلمين، فلذلك غير المسلمين يرون عيب، عيب ما يراه الاسلام والمسلمين، لان انتوا عايشين في وسط مجتمع اسلامي، لو فعلنا الاشياء بتاعت الكتاب المقدس مش هينفع، هيحصل تصادم. وهنشوف العجب، هنشوف العجب، زواج الرجاله بالرجاله والنساء بالنساء. ومش عاجب ماجي جزام التعدد في الاسلام، لا، التعدد انبياء المسيحيه من هم قبل الاسلام. ما تيجي نشوف كده اللي جاي، الفيديو اللي جاي. ماجي جزام بتقول لك الشذوذ ايه يعني؟ الشذوذ يعني الشذوذ عامل زي ايه؟ زي الزاني. طب الرب، ما هو الرب نفسه، رب المسيحيه نفسه قال للزانيه ايه؟ روحي وما تغلطيش تاني، بس كده خلاص خلاص. اله المسيحيه، واحده زانيه جت تزني فقال لها ايه؟ روحي يا بابا وما تعمليش كده تاني. لا، ما هتروح وتزني تاني. انت بتحكي، لا محمد يا نصيف، لا مؤاخذه، اصل ده اقنومي، لا مؤاخذه يا اقنومي، انا مش عايز احكي. يعني هي تتكلم، طب اسمعوا كده، اسمعوا هتقول ايه، ان الرب قال للزانيه ايه؟ نحكي سوا، وفي عالم يمكن بدها تزعل ما بدها تردع هذا الكلام. الشاذ الجنسي مين هو؟ بالمفهوم المسيحي مين هو؟ هو خاطئ. طب مين منا بلا خطيئه؟ اذا الزانيه خلينا نعتبره مثله مثل الزانيه لنفرض، طب الزانيه ربنا قال لها روحي وما ترجعي تغلطي، واذا هن ما دانوكي انا ما بدينك. بس خلاص، بس خلاص خلاص، زنيتي انت، زنيتي يا بابا، روحي يا بابا ما تزنيش تاني. ما هتزني برضو، هتزني برضو. فاين الحلول التي وضعتها المسيحيه للتطبيق على البشريه حتى يستقي؟ فين الحدود يا ماجي جوزان؟ اين الحدود؟ انت بتعترض على الاسلام، انت بتعترض على الاسلام، ماشي، فين حدود دينك؟ مش المفروض اللي بيته من ازاز ما يحدفش المسلمين بالطوب؟ ليه؟ اصل المسلمين، انت ما تعرفش المسلمين، هو طوبه واحده طخ هيكسر لك معتقدك كله. واين ما يقيم به الشخص المسيحي معتقده وانت المعتقد بتاعك؟ روح يا بابا ما تعملش كده تاني. واحد زنى، ما تعملش كده تاني. طب هو نفس النظام، سرق، روح مغفوره لك، ما حدش هيدينك، وما تعملش كده تاني. طب ما هو قتل كمعتقد، ما فيش حدود. الكتاب او العقيده المسيحيه ما فيش حدود، ما فيش حدود. ده قانون الغاب ده يا ماجي، يا ماجي استحي على، استحي على دمك. معتقدك ليس له حدود ولا ضوابط ولا روابط من اي وباي حق تعترض على الاسلام. يا وليه فوقي، سيبك من اللي بتشربيه ده. وتحس في الفيديو اللي جاي، في الفيديو اللي جاي تحس ان ناس كتيره قالوا لها انت شكل ثقافتك الجنسيه عاليه، فقامت طالعه في الفيديو تقول لا انا ما عنديش ثقافه جنسيه، ولا عندي ثقافه، ولا احب يكون عندي ثقافه جنسيه. ده انت مخضرمه، بلا ما احبش، بلا ما عنديش، ده انت مخضرمه، ده انت تعال نسمع كده بتقول ايه. للشذوذ الجنسي طبعا ما قريتهم كلهم، وانا بصراحه لا عندي ثقافه جنسيه ولا بحب يكون عندي، جنسي طبعا ما قريتهم كلهم، وانا بصراحه لا عندي ثقافه جنسيه ولا بحب يكون عندي. كملوا رساله بولس الرسول، لا بحب يكون عندي ثقافة جنسية، لا عندي ثقافة جنسية ولا بحب يكون عندي. يا ماجي، يا ماجي، ده انت متعودة دايما، ده انت في شرحك للنشيد الانشاد عملت حركات ما يعملهاش اي واحد الا ان كان دارس. يا ماجي، وبعدين احنا مالنا احنا، انت عندك ثقافة جنسية ولا ما عندكيش؟ تعالى تعالى، انت مش عاجبك التعدد؟ طب ما تيجي نشوف معتقدك كده. يا ماجي، في الفيديو اللي جاي ماجي بقى بتقول لك وبتعترف باعتراف بولس، الكنيسة أيوة كانت بتاع الذكور، كانت شذوذ، والله مش أنا اللي هقول. في الفيديو اللي جاي ماجي بتعترف إن بولس بيقول للناس، بيقول لشيوخ الكنيسة، أنتوا أصلا كنتوا بتوع ذكور، كنتوا مضاجعي ذكور، هي تقصد يعني الشواذ. ما تيجي نسمع، تعالي قولي، قولي يا ما، قولي يا طهرة، قولي رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس بعد ما قال لهم مزبوط لا زنات ولا عبادة أوثان ولا فاسقون ولا مضاجعي ذكور بيفوتوا ملكوت السماء، بس شو قال لهم للكنيسة؟ قال لهم وهكذا كان أناس منكم. ليه بتقطشوا الآية من نصها؟ يعني ليه ما بتكملوا الآية؟ أنا ما عم بفهم.
قال لهم هكذا كان أناس منكم، كان من الكنيسة ناس مضاجعي ذكور. سمعتوا بنفسكم باعترافها، بولس كان بيقول لعلماء المسيحية وعلماء الكنيسة والناس اللي في الكنيسة، ومنكم مضاجعي ذكور، انتوا كنتوا اصلا بتوع رجالة. ايه يا طهرة ده يا طهرة؟ ايه يا طهرة؟ انت مش عاجبك الاسلام يا طهرة؟ يا طهرة مش عاجبك التعدد في الاسلام وعاجبك ومنكم كان شذوذ جنسي، كانوا بتوع شذوذ جنسي ليه كده يا طهرة؟ في الفيديو الجاي يعني مش ومنكم كان مضاجعي ذكور. في الفيديو الجاي قامت ماجي بتقول لك انتوا يعني خلاص، طالما انتوا عايزين تبقوا شواذ، شوف طالما انتوا عايزين تبقوا شواذ خليكوا شواذ بشكل محترم. بتكلم مين اتباعها؟ والله العظيم هو اعتراف بلسانها، بتعترف بلسانها ان متابعيها على الصفحه هم مجموعه شواذ. والله متابعيها على الصفحه الولاد والبنات شواذ. يا محمد ايه اللي انت بتقول؟ قول يا طهره، سمعيهم يا طهره، سمعيهم اتباعك ايه؟ حاسس حالك مرة؟ طب ليه ما بتكون المرة المحترمة؟ ليه على طول الجيز لما بيحبوا يثبتوا انه هن الجنس طلعوا مرة بيروحوا بياخذوا المرة الساقطة؟ ليه ما بتاخذ المرة المحترمة الراقية؟ ليه؟ هذا سؤال لإلكم. بعدين في شغلة تانية، أنا بقدر تماما وفي عندي أصدقاء جيز على الصفحة، وفي أصدقاء بحياتي بعرفهم جيز وهن على فكرة من أطفال. أها أصدقاء صفحتها يا جماعة، أنا جبت حاجة من عندي، أصدقاء الصفحة والقناة بتوعها شواذ شواذ. لا وبتنصحهم طالما أنت عايز تبقى شاذ. أيوه مش عاجبك الإسلام يا بت، يا بت يعني اسمك ماجي بتنجح، أنت بت مش عاجبك الإسلام؟ يخرب بيتك يخرب يا بت، تلم يا بت، مش لاقي حد يا بت، عيب يا بت. مش عاجبك الإسلام الذي قال بالتعدد المباح الحلال وكان من أنبياء ربك قبل الإسلام، وانت عماله بتنصحي الشواذ بتوعك وبتعترفي ان انت تابعه للشواذ. خرب بيت الكافره يا بنت، فوق يا بنت، مش يا ريت كده وخلصت. ماجي خزان في الفيديو الجاي بقى ده بتعرف، بتقول يا جماعه بصراحه، يا جماعه انا مش مش هدافع عن الشواذ، بس يا شاذ جنسيا. ايوه ربنا بيحبك، يسوع بيحب الشواذ جنسيا. يا محمد اللي انت عمال يا محمد انت عمال طخ 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 تكي تكي تك. والله العظيم مش انا اللي بقول، هي بتعترف ان يسوع بيحب الشواذ جنسيا. يسوع بيحب ايه يا ماجي؟ قولي يا ماجي يلا. اليوم ماني طالعه دافع عن المخنثين على فكره، ولاني طالعه دافع عن الخطيئه، لانه في فرق. بس انا مضطره اقول لهال الشاذ جنسيا او الخاطئ او المثلي انه ربنا بيحبك. ربنا الشاذ جنسيا او الخاطئ او المثلي انه ربنا بيحبك. ربنا بيحب الكل. اليوم اذا بيجي حدا بيقول لك يسوع بيكرهك قل له كذاب. اوعى اوعى تفتكر يسوع بيكرهك يا شاذ، يسوع اصلا بيحب الشواذ. يا جماعه انا اللي بقول الكلام ده. يا بنت انت مش عاجبك الاسلام والتعدد اللي فيه وعماله بتقول مش اي شاذ، اي شاذه، اي شاذ جنسيا. خد تعالى خد تعالى، ايه يسوع بيحبك، يسوع بيحبك ياض. اوعى اللي يقول لك يسوع ما بيحبكش كذاب، حط صبعك في عينه، حط صبعك فين؟ في عينه، قول له لا يسوع بيحب الشواذ. انا اللي قلت، انا يا جماعه اللي قلت هعمل ايه؟ طيب انا باخد اعترافاتها وبطلعها للناس. يسوع اله المسيحيه بيحب الشواذ، ما بيحبش الناس المحترمين الطيبين. لا 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 لا، تفتكروا في فيديو ليا على القناه، ادخلوا القناه هتلاقوا فيديو لزكريا بطرس برضو في رد الخطيه الاصليه. زكريا بطرس بيقولها بكل افتخار، يسوع بيحب الخطاه، بيحب الساقطين، بيحب الفاس. ايه يا ابني ده؟ يا ابني ده ايه ده؟ يا انت طالع تدعو لدينك ولا طالع تحلل الناس الخطية، وانت كمان طالع تحلل الناس الشواذ؟ يا ماجي مش عاجبك الاسلام ليه يا ماجي؟ ان شاء الله ما عجبك. انت مين انت يا بت؟ لا لا العجيب الفيديو الجاي بقى، ماجي خزام مش عاجبها حتى المسيحة القساوسة بتوعها، مالها في قسيسة عندهم؟ ايوه شاذ، القسيسة نفسها شاذة، راجل الدين المسيحي من ثمارهم تعرفونهم. ماجي خزام من ثماركم تعرفونكم يا ماجي، ثماركم قسيسة شاذة جنسيا، مخنثة، امرأة بتضجع امرأة. بس لحظة بقى لحظة، القسيسة الشاذة دي هتعمل ايه بقى الفيديو الجاي؟ باعتراف ماجي هتغير التالوت، مش ما عادش هيبقى فيه باسم الاب والابن والروح القدس. وعشان كده ماجي خزام، ماجي خزام هتكفرها. اللي بيعترض المسيحيين هي واتباعها الشواذ، اللي بيعترضوا على المسلمين انتوا مكفرة، هي هتكفرهم.
ايه ده طلع عندكم في كفرة اهو. يا محمد يا نصيف التشو ما تحرقش المفاجأة. حاضر يا فندم. اسمعوا كده يا جماعة اسمعوا. الكنيسه الانجيليه البروتستانتيه اللوثريه اللي بدكم اياها سموه اللي موجوده بالسويد، هي القسيسه اللي قالوا عنها ان هي مثليه الجنس، بتضاجع اناث مثلها، للي ما بيعرف شو يعني، خطر لها، شوف الوقاحه وقله الحياه، قال بدها تغير الثالوث الاقدس، نحن بنقول باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين، نحن بنقول هيك، مشان هيك انا متوجهه للمسيحيه، باقي الطوائف ممنوع يعلقوا حتى. بتجي هي القسيسة كونها هي مخنث، يعني هي ما بعرف شو بيقولوا لمصطلحاتكم، لا انت ولا ذكر، قال ما مسموح، هذا صار كفر، كفر، انتم حتى الخطيئة والكفر عم تحلوها بنظر العالم من باب المحبة والسلام والحرية. سمعتوا القسيسة المخنثة دي عايزة تعمل ايه؟ عايزة تغير التالوت. عارف عايزة تغير التالوت تقولوا ايه؟ هتغيره ببلوة، بلوة، بدل باسم الاب والابن والروح القدس، لا باسم الاب والابن والام. دخل الام. ايه اشمعنى؟ تقول لك اشمعنى الام؟ انتوا مش عايزين تحطوا الام ليه؟ لا بس انت سمعت ماجي في الفيديو اللي فات وهي بتكفر؟ قالها. اما المسيحيين بيستغربوا، ما تكفروش حد، واحنا ما بنكفرش حد، ومش لازم نكفر حد، ده حاجه باعتراف ماجي. عارفين التالوت هيبقى ازاي؟ التالوت القادم من اعتراف المخنثه اللي هي قسيسه في السويد هيبقى كده، باسم الاب والابن والاخ والام والاخت والمش عارف ايه ايه ايه، سابوعه مقدسه، مش هيبقى تالوت، هيبقى سابوع، سابوعه مش سابوع، لا سابوع. انت بتتكلم ليه؟ حاضر اسمعوا كده، اسمعوا اسمعوا ماجي بتقول التالوت هيبقى ازاي؟ فشو طلعت قالت؟ قال ما بقى تقول جنابه هي وكنيسه اللوثريه واعدادهم بالملايين، مو كلمه طلعوا بالسويد، قال بدها تقول باسم الاب والام والابن والبنت والاخ والاخت والروح القدس، سابوع مقدس هذا، وما انه مقدس، ما انه مقدس اليوم يا يعني خلاص مش هيبقى في تالوت خلاص. بعد كده مش هنناقش في التالوت، لا هنناقش في السابوع. وبعد اين دليل الوهيه الاخت؟ واين دليل الوهيه الاخ؟ خلاص بقى مش هيبقى فين دليل الوهيه الابن؟ لا 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 لا، ده احنا هنمسك السبوع كله ندور على ادله الوهيته. بقيت مسخره يا ماجي، بقيت هزق. من ثمارهم تعرفون، يا بنت مش عاجبك الاسلام، تقلي على عينك وقعدي ساكته يا بنت، حتى دينكم فضحتوه. بقيتوا مسخره الامم، ومش عاجبك الاسلام وطالعه تتطاولي على الاسلام، سبحان الله. اللهم زدكم ممن انتم فيه، اللهم زدكم مما انتم فيه، الله المستعان. يعني دلوقتي اللي هيجي يصلي عندكم انتوا كمسيحيين، ساعة ما تيجوا تصلوا بقى مش هيبقى ابانا الذي في السماوات، اما هيبقى ايه؟ عايزين تعرفوا هيبقى ايه الذي في السماوات؟ اسمعوا ماجي كده هتقول هيبقى. اسمعوا. الله، ليش السيد المسيح لما اجى ما قال لهم ابانا الذي في السماوات؟ مكتوب عندك امنا؟ مكتوب ابانا، وبعدين هيبقى أمنا، هيبقى أمنا، مش هيبقى أبانا، لا لا لا، هتبقى أمنا. معرفش أمكم بتعمل إيه دلوقتي؟ يا بنت مش عاجبك الإسلام؟ يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. اللي جاي بقى من ثمارهم تعرف، مش عاجبك الإسلام؟ شوف البابا بتاعك وشوف باباوات كنيستك باعترافها هي، باعترافها هي مين؟ إن أكبر راس في العالم مين؟ بابا الفاتيكان. مش دول اللي كل شويه هم قايلين لك ايه؟ يقول لك احنا اكبر طائفه واكبر دين على وجه الارض. دين مين؟ انتوا اديان جوه الدين. هتشوط في الكل حتى الفاتيكان. بابا الفاتيكان؟ لا ده مش بابا الفاتيكان، ده بابا الارثوذكسي كمان. تعال نسمع كده هتقول ايه؟ يعني هاي القسيسه مو انه بس مثليه وخلوا سمحوا لها تكون قسيسه، طلعت شريكه بابا الفاتيكان بالوحده. يعني اليوم مثلا مش عم هلا الروم الارثوذكس بيكون راسهم هالقد، انه ايه مثلا الارثوذكس بيكونوا انه نحن ما دخلنا بالكنيسه، مع الاسف بدي اقول دخلكم، كيف دخلكم؟ لانه بابا الاقباط راح كمان تصور معه وصلى معه بكنيستها. بابا الاقباط يعني انا بدي افهم هالمره شو عملت لمخكم، طبعا مو هي، هذا الشيطان اللي موجود بكنيستها هو اللي خلاكم تسجدوا له، سجدتوا لصوره الوحش اخر الايام، ايام سجدتوا له تحت اسم الحريه والديمقراطيه والمحبه والسلام والوحده، اي وحده هي؟ الوحده اللي بتجمعنا بتجمعنا. جبت حاجه من عندي؟ جبت حاجة من عندي؟ أكابر الطوائف وأكابر البابوات في العالم
سجدوا للوحش، الوحش ده اللي هو الشيطان، عباد شيطان باعترافك انت يا بنت. من ثماركم تعرفونكم، من ثماركم، هي دي ثماركم اصلا، ثمار المعتقد. تيجي واحد يقول لي لا بس هي بتبين ان دول اخطاء، لا يا فندم، يعني انت الوحيده هتبقي في المسيحيين كلهم اللي على صواب والباقي على خطأ؟ لا طبعا، دي ثماركم وثمار الكتاب الذي انتم عليه. بس انت سبحان الله ربنا جعلك انت تنطقي بهذا الكلام حتى تعرفين المعتقد وتعلمين بالمعتقد الذي انت عليه. سبحانه، مش عاجبك الاسلام وبابواتك باعترافك بيعبدوا شيطان؟ عجيب. من ثماركم تعرفونكم، عبادة الشيطان أكبر رأس في المسيحية. شوف بقى النصارى لما يطلعوا لك إحنا أكبر عدد في الأرض، ويجي لك بقى يجي لك النصارى، مين اللي عمل التليفون ده؟ مش الكفار المسيحيين يعني؟ مش المسيحيين اللي هم إحنا؟ مين اللي عمل النت؟ مش المسيحيين اللي هم إحنا؟ مين اللي عمل؟ مش لا يا حبيبي، مش أنتوا ولا تبعكم، أنتوا أنت بتتبرأ منهم وهم بالنسبة لك كفرة. أنت بقى بتستعمل التليفون ده ليه؟ ما التليفون ده اللي بيعمله الكفار، أنت بقى وكفار عندك أنت يا مسيحي يا ملتزم بنسبة نظرك، أنت بقى بتستعمله ليه يا فندم؟ انت عامل لي. وساعة ما يجي نصارى احنا دولنا والدول المسيحية والدول اللي تابعة ليسوع هي ارقى الدول. لا يا حبيبي، ارقى الدول انت نايم على ودانك ولا ايه؟ خد تعالى تعالى، ده باعتراف مجي خزان بيعبدوا شيطان، بيعبدوا شيطان. فما ترميش، ما ترميش الهلب على غيرك، ما تتفاخرش بشيء فعله غيرك. صح كده وفوق، صح وفوق. ماجي خزان بتعترف ان باباواتك بيعبدوا شيطان، انا مال انا؟ خد بالك، انا مش الكلام على لساني، لا، الكلام على لسان مسيحيه داعيه ليسوع منهم فيهم. في الفيديو الجاي باعترافها وبلسانها ان حتى دينهم ده مش محفوظ ولا كتابهم محفوظ، اللي بتعترض على الاسلام في نفس ذات الوقت معتقدها هش، معتقدها ولا الريح، بتعترف اعتراف صريح ان كتابها المقدس غير محفوظ، اي حد عايز يشيل منه، اي حد عايز يطير، اي حد عايز يسحب منه كلام هيسحب. ليه؟ كلام مش محفوظ. قول يا طهر وسمعيهم. اذا بدك تيجي تقول لي هدول الغرب، تعال شوف الكتاب الترجمه العربيه المشتركه للاباء اليسوعيين، شالوا، انا عم اقول لي شلتوا اب وابن وروح قدس. المسيح قايل بالكتاب المقدس، طبعا هذا الحكي بتعرفوه كلكم، قايل اذهبوا الى جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. فاليسوعيين قايلين اذهبوا الى جميع الامم وعمدوهم، ونقطه انتهى. وين طار الاب والابن والروح القدس يا اصحاب الترجمه؟ لانه فرق ترجمات، انت كثير حساسه. انا بعرف تماما قدر الامور، وانه الشيء اللي شطبتوه من الكتاب المقدس هذا شيء جوهري. ليه بدكم تنزلوا بعد كم سنه ام وابنه وروح القدس؟ شو بدكم تنزلوا؟ شو بدكم تشوهوا بكتاب ربنا؟ بتقول لك وين طار الاب والابن والروح القدس؟ استني كده اما اشوف. مش هنا، لا لا لا، ما طاروش عندي هنا، الحمد لله يا جماعه. كلام الرب بتاعها عمال بيطير، في نصوص منه عماله بتطير بقى. انا اقول حاجه، اللي عنده بقى كتاب المفروض يا ماجي اعملوا جنبه شبكه، عشان ساعه ما تيجي تطير كلمه كده ولا او اصله ريشه مثلا، اصله الكلام ريشه عشان ما اعرفش يطير. هو ده الكلام، هو ده الكتاب اللي موحى به من الله، اللي محدش يقدر ابدا يغير فيه ولا كلمه، ولان تزول السماوات والارض ولا يطير. المفروض ولا يطير حرف واحد من المكتوب. لا يا ماجي طار، كتاب ربك باعترافك انت يا ماجي طار، طار منه كلام. اصلا النص بتاع اذهبوا وجميع الاب والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد، اصلا النص ده اصلا نص ملعوب فيه، النص ده غير موجود في اقدم المخطوطات. بس طبعا ماجي بصمجيه ولا تعرف حاجه في مخطوطات ولا ما مخطوطاتش، بس ده مش موضوعنا. بعد كده قامت قايله بعد كده هتنزله، هيشيلوا بقى ويحطوا بقى ايه، اب وام وروح قدس. ماجي بتقول لك شو بدكم تشبهوا بكتاب ربنا؟ كتاب ربنا مين يا بت؟ انت ما تفوقي كده، ما تفوق. كتاب ربنا مين ده؟ كل اللي عايز يكتب فيه حاجه بيكتب، واللي بيشيل بيشيل. شو بدكم تشوهوا؟ هو كتاب ربك مش محفوظ يا فندم عشان حد يشوه فيه؟ اتضح باعترافك انت ان كتاب ربك مش محفوظ عن التشويه، فاي حد يقدر يشوه فيه. الاخوه الاكارم والاخوات الكريمات، حياكم الله جميعا وبياكم غفر لنا واياكم. خلص اليوم الرد على مجد خزام، ولكن الأسئلة أو الأطروحات أو
الوصايا لبعض الاخوه المتابعين. انتوا شفتوا الرد ازاي؟ انتوا شفتوا الاسلوب ده؟ ليه الاسلوب ده؟ الاسلوب ده اسمه قلب الحجه على المخالف مما يعتقد هو، او تاديب المخالف والمعتدي والمهاجم على الاسلام بما يعتقد. بل انا بستعمل بقى من فمك ودينك ايها العبد الشرير كما قال يسوع، بقلب كلامهم عليهم هم وبحتج عليهم. يعني انت مش عاجبك الاسلام فطلع تطعن لي في الاسلام، تقول الاسلام فيه وفيه وفيه، اقول لك خد خد تعالى، طب خد يا خد خد خد، اقوم جايب كلامك انت ومأدبك بيه، اجيب كلامك واجعله حجه عليك، اجيب كلامك واذلك بيه. ليه؟ طالما انت متطاول على الاسلام. لكن لو شخص مش متطاول على الاسلام، لا، ربنا يهديك لما يحب ويرضى. طول ما انت مش متطاول على الاسلام، طول ما انت خارج من تحت عذابي او من تحت آلامي او من تحت كشف عوارك للناس المسلمين والمسلمات، الاسلام بيحارب من كل الجهات، سواء اعلاميا، سواء حرب وجيوش وما الى ذلك. اعمل لهذا الدين بما استطعت. انا واحد من الناس، مش تخصصي على فكرة، مش تخصصي رد شبهات كإسلامية، أما تخصصي إيه؟ تخصصي رد افتراءات النصارى على الإسلام، بس من معتقدهم هم ومن كلامهم هم ومن كلام علمائهم هم ومن تفاسيرهم هم ومن كتابهم هم. ده تخصصي أنا. شخص تاني عنده علم مثلا بالفقه، حاول ترد على أعداء الإسلام من الجانب الفقهي بتاعك. شخص تاني عنده علم بالتفسير، رد على أعداء الإسلام من جانب التفسير، وهكذا وهكذا. الدين دينك، لو لم تحمل هم هذا الدين لم يكن شرفا لك لتنتسب به. عشان تنتسب بالاسلام ويبقى شرف ليك ان انت منتسب بيه، انك تحمل هم هذا الدين. بعض يقول لي ما عنديش مقدره. يا فندم ده انا بصور بتليفون، تليفون عارف التليفون، بصور بتليفون. يعني انت مش محتاج لا كاميرات ولا مايكات ولا ما اعرف شو، اللي تقدر تشتغل بيه اشتغل بيه، اشتغل بيه. بعد يقول لي انا مش دارس، ادرس يا فندم. مش قاري، اقرا. مش باحث، ابحث. مش فاضي، افضى. مش دينك ده؟ يجي لي واحد يقول لي رد على فلان، رد على علان، رد على زكريا بطرس، رد على مش عارف مين، رد على مين. يا عمي طب وانت هتعمل ايه؟ انا هرد وانت هتعمل ايه؟ طب ما ترد انت، اتعلم ورد انت. افتح قناة يوتيوب واشتغل، افتح صفحة فيسبوك اتعلم ورد، رد عليهم مما يعتقدوا، هتوصل بإذن الله لمرضات الله. واحد مش قادر خالص، ممكن تاخد رابط الفيديو ده، وانا ما عنديش حاجه اسمها حقوق طبع ولا حقوق نشر ولا الكلام ده كله، حقوق لكل المسلمين. تاخد الفيديو ده من على اليوتيوب مثلا، عندك صفحه فيسبوك كبيره انشره فيها، عندك قناه يوتيوب خد الفيديو من قناه اليوتيوب عندي انشره في قناتك في اليوتيوب، عندك صفحه فيسبوك تقدر تاخد الفيديو ورابط الفيديو على اليوتيوب وتعمل له ترويج عندك في صفحتك، اعمل. تقدر تاخد رابط الفيديو وتعمل له ترويج انت على اليوتيوب، اعمل. اضعف الايمان خالص، انشر، خد الفيديو وادخل صفحه مجدي خزام او الاعداء الاسلام وحط الرابط في التعليقات، بدل ما تعلق وتدعم الصفحه، لا، حط الرابط في التعليق، يبقى اسمك عملت برضو دعم. الاخوه المسلمين، الحرب على الاسلام شديده، اهتم باختك واخوك وبين لهم، وامك وابوك، وبين لهم خطر ان الامه والمسلمين بيتعرضوا لهجمات تنصير. فلا بد انت تكون فاهم وواعي وتوعي غيرك، عشان ساعة ما يجي الخطر، الخطر الكارثي، نبقى عندنا العلم المسبق، عندنا علم مسبق بما يحصل وبما سيحصل. بيقولوا وكلامهم صح، الوقاية خير من العلاج. فلا بد أن يكون عندك وقاية، لابد يكون عندك وقاية. في الختام لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. خد الفيديو ده شاركه في مجموعات الفيسبوك وشاركه مع المهتمين، ولو عندك شيء قناة يوتيوب خد الفيديو حطه في قناتك على اليوتيوب، خد الفيديو حطه على صفحتك في فيسبوك، لو عندك صفحة كبيرة حط الفيديو فيها. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ادخل القناة شاهد ما فيها، لازم تفعل الجرس بتاع القناة، لأنك لو ما فعلتش مش هيوصلك إشعار بالفيديوهات. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.